الخير. صباح النور. صباح الخير. الله يبارك فيك. الحمد لله. قبل النهار النهار ضيف عندك. مرحبا وبزاف. بارك الله فيك. اهلا اهلا واستقبلني بجوج ديال الوريدات. انا جايبه بوكيت فلا. كنزة. مرحبا. الله يخليهم لك بنيتاتك. الله يبارك فيك بنتي. سمح لي نعطيهم البوكي هما. اول مره ما غنعطيهاش للضيف غنعطيها. تفضل. انا اللي بغيت نقول لكم الاخوان راه هناك اشياء اخرى اللي فعلا خصها تسوقفنا اليوم. راه ما عندناش غير الفيفا. الفيفا الا خذت من الموقف راه من حقها وهي محقه، ولو ان القانون هما راه اليوم ما كيقولولناش هذاك القانون ديالكم ما صالحش، حيت كنسمع كيهضروا الناس على الملائمه. لا انا عاد قطعت مع السعيسة حياته دابا، قال لي احنا باقي ما دخلناش في التفاصيل، احنا كنهضروا على المبدا واعتبرنا بانها نقطه مستفزه ان ما يتمش التجاوب معنا، على الاقل تكون عندنا. احنا ماشي ضد هذا الجمع العام، ماشي ضد القانون ديالكم، ولكن شاء يعني شاءت يعني لا تراديسيون يعني التقليد ان فيما كيدار قانون جديد على الاقل كتعطيونا واحد لو دروا دروكار كنطلعوا عليه، يمكن ما تكون عندنا حتى شي ملاحظه، ولكن احنا اليوم صارمين على المبدا. في المبدا فعلا خاصنا نتوصلوا به. الوزاره نجزات نظام اساسي نموذجي بتشاور وتشارك مع الجامعه، اختلفنا على ثلاثه ديال النقاط، وهذا هو اللي كيتحسب بانه تدخل، هو في الواقع هو غير ارجاع الامور النصاب ديالها. النقطه الاولى هو نمط ديال 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 التصويت، نمط الاقتراع اللي غادي يكون باللائحه كما هو معمول به كونيا، هذه النقطه الاولى اللي اختلفنا عليها، ما كانوش باغيين اللائحه. النقطه الثانيه هي عدد ديال الاعضاء ديال المكتب المسير، مشينا قالوا غادي يديروا 23. الفيفا اللي كتدبر العالم كامل عندها 23، حنا محتاجين 23. الدول كامله بلجيكا فرنسا الجزائر كيديروا ما بين 13 وما بين 15. هذه النقطه الثانيه اللي اختلفنا عليها ورديناها للنصاب ديالها. بقات نقطه ثالثه هي النسبيه، يعني كيفاش غادي تكون التمثيليه ديال 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 المصوتين. وحنا كان عندنا واحد الهاجس هو اننا فتحنا المجال باش العائله او الاسره الرياضيه الكرويه كلها يكون لها نصيب وحق في التصويت. هذا الشيء عيب على تدخل، وتم بالاجماع وبالتوافق. سي أوزين نقول لك شكرا بزاف اللي استضفتينا عندك في الدار، وغادي تبارطاجي هذا النهار معنا النهار كله. حنا غنسخسخوك. مرحبا. ماشي الاولين اكيد، ماشي الاخرين. انت ديما مسخسخ. معليش. سي أوزين، اول حاجه كنديروها في البرنامج ديالنا هو ان احنا كنبغيو نكتشفوا داك العالم الخاص ديال الضيف، فما كرهتش نبداو من الاول. يعني انا دخلت جاني واحد الفضاء زوين هنا. هذا غير الذوق ديالك. بارك الله فيك، ولكن عاود لي على هذا ديزاين، هذا واش انت اللي درتيه؟ واش هو في الواقع هذا الشيء، هذا الحائط هذا سي تان مير ديكوراتيف، وفي الواقع هو الخاصيه ديال هذه الشقه، لانه مصوب على ديت البال، مصوب بالتركويت بالبجمات. هو البجمات عرفتي كيعطي واحد الحراره وكيعطي واحد يعني واحد الامبيونس في الدار. فكنا انا والزوجه ديالي، الزوجه ديالي كان عندها واحد يعني واحد الحب خاص للبجمات، كتبغي تشوف الارض لانه فعلا كيذكر بواحد ايضا بواحد التراث المغربي في المعماري. مريح للاعصاب. مريح، وحتى في المشيه الا كتشوفي في الديور القدم كانوا كيديروا في الارض في البجمات، لان حتى في المشيه يعني كيكون الي شو سخون، يعني ما كتحسش بديك البروده ديال مثلا ديال المغرب ديال الارخام. فعنده هذه الخاصيه المغربيه وعنده هذه الحراره هذه. واحد البيانو هنا كيبان لي صعيب، خصني نسول البنيسات على هذا البيانو. لا تسولي تماما. انت عندك اميه بحالي في هذا الشيء ولا شويه؟ ما كاينش اميه كامله. توتال يعني شامله. عدد البنيتات هما اللي كيديروا لي كور دو بيانو. هما اللي كي واخا نكتشفوا بقيه الدار. مرحبا تفضل. مرحبا تفضل. سي أوزين، هذا هو الفضاء الخاص ديالك ياك؟ تماما. بغيتك تعرفني شي شويه على لا ديكوراسيون، قول لي انت اللي كتختار مثلا الذوق ديال البيت ديالك، ولا هادشي مخليه للزوجه؟ لا لا لا، كيكون نقاش عسير مع الزوجه. كتدخل في المفاوضات؟ لا طبعا، هذا فضاء مشترك، فاكيد انك كيكون لك راي فيه وكتكون لمسه ايضا. ونقدر نقول لك بان يمكن انت حتى الفراش تلمت كيكون لينا فيهم نقاش وفرصة تفكير. مسالي زعما يعني عندك وقت باش تدخل في هاد التفاصيل هادي؟ لا، مسألة ماشي ديال الوقت، مسألة ديال 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 طبعا فاش كنديروا الطلامط ولا فاش كنديروا شي حاجة في الدار، ما كدارش يوميا يعني على أساس يومي، يعني كدار في واحد الوقت ممكن كتمشي واحد المدة، فأكيد أنها كتكون موضوع نقاش. موقع النقاش. أنت كتناقش كل شيء. لا كل شيء ما فيهاش.
ولا اختلفتوا شنو كتستعمل؟ لا شي سلطه معينه باش كتفرض رايك؟ لا ما فيهاش هذه السلطه، انا فيها نقاش وفي الاخير الا يعني ما كان كان اختلاف يعني كنخليها كامله الله يسخر صافي كتنازل تضريف هذا ممكن رايك عبد الحميد تعليم واحد اللي كان بالي واحد صح وخاصك ما تديرش بزاف ديال لي طابلو. شنو واش انت من محبي الفن التشكيلي؟ اكيد الى رديتي البال غادي تشوفي واحد المجموعه ديال الطابلويات، عندك هذا عندك الاخر وعندك هذا وعندك ايضا حتى الرسم اللي امن بالها، هذو كلهم علاش الى انتبهتي كلهم فيها نفس التيمه اللي كتكرر هما وهذه هادو هذا الرسم ديال الفنان الكبير سي محجبي احضن الفنان التشكيل طبعا الكبير واللي انا معجب يعني بالفن ديالو بالرسم ديالو، وبالتالي فين ما كتكون المناسبه انه كيعرض كيف انه شي معرض كان عند انفيرنيساج فكتكون المناسبه انني كننقد له على واحد من الطابلويات واش كتاخذها ولا كيهديها لك ولا كتشفرها وحده باش تعيط؟ انا كندخل معاه حتى هو في مفاوضات ما نساش سي حضن يعني الطابلويات ديالو عزاز عليه بزاف كتعطي كل شيء الى الطابلويات ديالو فعلا وي عنده واحد يعني واحد العلاقه خاصه يعني بالابداع ديالو ففعلا ما كيعطيه الا الناس اللي قراب والناس اللي عزاز عليه، واكيد انا كنقول له انا معجب بالفن ديالك ولكن صعب علي انني ربما نقتنيها بها يعني هذا غالي يعني طبعا ديالو اللي فعلا يعني فيهم اثمنه اللي عاليه وطبعا ماشي يعني الى رديتي البال يعني دائما كتشوفها فيها حتى يعني التيمه وحتى الموضوع يعني داك الصراع ربما ديال داك الرجل السياسي. انت ما عندكش موهبه في الفن؟ بغيت نكتشف هذا النار معك؟ انا معجب بالفن تغياوي موهبتي معجب بالفن لا انت عندك واحد الفن غادي نهضروا عليه دابا شويه اكيد بلاتي نقول لك شنو مرحبا بزاف مرحبا شكرا بارك الله فيك هاد الفضاء عندك زوين سي أزدي هذا ذوقك انا بارك الله فيك انا ملي دخل انا عجبتني دارك الله يعطيك الخير بصح جاني فيها واحد لو ستيل كال وفيها واحد الذوق زوين الله يعطيك الخير تبغيني نبداو معاك من الطفوله عادية وعادية جدا اكيد ان انا تولدت في قبائل ايت الياس في جماعة وادي فران وفي العمر ديال اعتقد ابتداء من هذا السن هذا جيت للرباط جيت للرباط لان كانت كنت مرضت وانا صغير وكانت الخاله ديالي اللي هي امي اليوم يعني هي اللي ربتني كانت جات كانت عندنا في زياره وشفت ديك الحاله وكنت جابتني للرباط على اساس انني تعالج واش باش مرضتي اسمحي لي على السؤال كانت كانت فيا خاصني لا تيفويد سخانة وشدات واحد المدة طويلة وطبعا مع ربما ديك الساعة في القرية وداك الشيء ما كانش يعني المستشفيات بداك الحجم ربما اللي غادي تكفل بيا فارتأت انها تجيب لنا الرباط ومن ثم كاين بدات القصة ديال ديال ديالي مع الرباط لان دوزت معها واحد المدة ديال شهر وطبعا فاش كنت ترجعني كانت صعب جدا لاني تعلقت بها وتعلقت بيا واصبحت امي اللي فعلا هي اللي كنعتبرها اليوم الام الحقيقية ديالي لان هي اللي رباتني وهي اللي يعني سهرات على على على, على راحتي وعلى الدراسه ديالي والتربيه والتنشئه ديالي عندي منذ الطفوله. واذا انت ما كبرتيش في القريه يعني انت كبرتي في المدينه قريتي في المدينه ماشي في القريه. لا تبقى تولتي تما. تولت تما عندك شي ذكريات على القريه على لا ما ننساش انني في الصيف دائما في العطل دائما كنت كنرجع لتما. ما عشت يعني الطفوله كلها ولكن جزء منها جزء منها الا لا انا جايك جزء منها عشته لان فاش كنمشيو تما كنمشيو عند يعني كنمشيو عند خالتي مثلا اللي كاينه في القريه وهذا الشيء اللي كتقول لي كله عشناه انا فعلا سقينا الماء في البير ركبنا على الدواب باش نمشيو يعني واحد المجموعه ديال الانشطه اللي كتعرفها الباديه اللي فيها الحصاد واللي فيها الزرع واللي فيها واحد المجموعه ديال الاشياء اللي كتعرفها. والاب والام ديالك فين كانوا؟ الأب والأم ديالي هما كانوا هما مهاجرين كاينين في فرنسا وكانوا عايشين في فرنسا ولكن شاءت الأقدار أنني بقيت مرتبط يعني بالوطن وبالأرض اللي تولدت فيها واللي تربيت فيها مع العلم أن كان تشجيعات ديك الساعة عند واحد المجموعة علاش ما تخرجش تمشي تكمل الدراسة ديالك في أوروبا إلى آخره ولكن ما عرفتش كان شيء اللي فعلا كان شاد شي حاجة كتجرك للوطن شي حاجة اللي كتجرك للوطن والجذور. تهضرنا على المرحلة ديال الدراسة كنتي في المدرسة؟ كنت مشاكس جدا بحال دابا ما تبكيتش شي حاجة كثيرة
كنت مشاكس جدا فعلا، لان كانت المرحله ديال الدراسه اللي كتجيب مع المراهقه وديك الساعه اللي كانت صعيبه. ونساش ايضا اني تربيت ك يعني ابن وحيد هنا عند الام ديالي رباتني، يعني شويه مدلل في الشيء شويه، كنت شويه من هذا واحد هذا الجانب. ولكن اللي كان كيشفع عليه هو انني فعلا كنت في الدراسه كنت متميز، لان كانت نقدر نقول لك كنت درت داك لو سون فوت، يعني داك اللي ما كنتش كنرصد، ما كنتش كنسقط، وبالتالي كان هذا كيشفع عليا. عندي واحد التصويره واحده اخرى ديالك. هاد التصويره في مرحله كما كنقولوا الشباب، انا متاكده تكون داك 18 19 عام. تهضرنا على هاد الحقبه هادي مع بزاف ديال الاصدقاء، هادي في المغرب ولا لا؟ هذيك كانت في بيروجيا، هذيك في ايطاليا. في ايطاليا اللي كنا كنت كندرس اللغه الايطاليه كلغه تكميليه، وكان واحد البرنامج ديال الدوله الحكومه الايطاليه اللي كانت كتعطي واحد المنح للطلبه اللي كيدرسوا الايطاليه هنايا في المغرب. سي اوستين، بغيت نسولك على دائما في هذه المرحله ديال المراهقه والدراسه، كانت عندك شي اهتمامات واحده اخرى من غير القرايه كشاب؟ يعني كانت اهتمامات اخرى، كان طبعا الاهتمامات اللي كانت في حدود الامكانيات المتوفره هذاك. ما تنساوش انني كبرت واحد الحي الشعبي، وبالتالي اليوسفيه. حالي صوفيا بريبات، واللي يعني كانت اهتماماتنا وميولتنا الرياضات الشعبيه بحال كره القدم، العدو الريفي، يعني دائما كنا محصورين في هذا. كنت رياضي؟ تمعروف عليك انك من الصغر كنظن كنت رياضي بما فيه الكفايه، لان ما عادش نقول لك بان كنا رياضيين، اننا كنا منتمين للانديه ديك الساعه وكنلعبوا بشكل يعني منتظم، ولكن كنا كنظموا الدوريات ديالنا ديال الاحياء والكره. كتلعب كره انت؟ كنظن ما بياش. ونقول لك راه اخر خطره اللي ربما ما بقيتش مشجع لها فيها كره، كنت طحت شي واحد ديال الطيحه. طيحوني انت دائما كطيحوا كزوزي؟ لا ما كطيحنا حتى شي واحد، انا اللي كنطيح. لا ما بغيتش ندخل في هذا الثنائيه. اللي كيطيح الراس ولا راهو على سبه. كنت طحت في واحد المباراه، وكنت وقع لي واحد الكسر هنايا نيفو ديال السكافويد، وفعلا كنت عانيت منها واحد المده طويله، لان كان عندي درت ديك القبص، درت واحد المده تقريبا ديال 4 شهور. ومن ثم قال لي الطبيب راه خصك ترد البال، راه الا عاود تحتي راه غادي يعني غادي تقدر تضعف داك الكسر. الوغ من ثم خليت كره القدم، وليت مهتم برياضات اخرين اللي ربما تقدر تقول لك الرياضه الفرديه، اللي فيها يعني لما اخذت فيها الركض، فيها القاعه، وكل فيها السباحه الى اخره. اهتماماتك بالمجال السياسي كي دارت بان؟ اهتماماتي بالمجال السياسي، انا باعتبار العروق ديالي وباعتبار الانتماء ديالي لواحد المنطقه اللي هي منطقه افران، واللي فعلا كانت فيها الحركه الشعبيه بارزه انذاك. ما تنساوش ان في الاقليم اللي كنتمي ليه اليوم، يمكن ان المسؤول الحكومي الثالث اللي كتعطيه المنطقه كان رحالي رحال، وزير الصحه الله يرحمه كان محمد ناصر، الله يشد ليه في صحته، راه كان وزير النقل. طبعا هذاك الانتماء وهذيك الحركه الشعبيه يعني كان منذ الصغر، اذا ما كنتش كنشوف راسي يعني في حزب اخر اكثر ما كنشوفه، يعني الحزب اللي غادي يكون قريب ليا. طبعا انه كيدافع على الهويه، واحد المكون هويتي اساسي للشخصيه المغربيه اللي هي الامازيغيه، العالم القروي. وطبعا انا ما كنخرجش على هذا البعد هذا، فطبيعي انني كنشوف راسي في حزب من هذا. ولكن هذا عدم من حيث التعاطف، ولكن يعني العمل في المجال السياسي انك تولي فاعل ماشي مجرد متعاطف، هذا غادي يحيدنا على 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 لان انا كنت عندي نقدر نقول لك في نهايه الثمانينات كانت عندي زياره لدار المنزل ديال السي حرطان الله يطول في عمرو، انا واحد الصديق من تيداس، وكان جرني وقال لي خصنا نمشيو، هذا هو الحزب ديالنا واللي خصنا نكونوا فيه، وانت واخا حنايا هنا في الرباط ولكن جذورنا هو من تيداس، وانا من الافان الى اخره، هذا هو الحزب اللي ربما خصنا نتعرفوا فيه الى اخره. من بعد ما بقاش ذاك الاتصال، كان عندي لقاء اخر مع واحد المجموعه ديال الفاعلين من التقدم والاشتراكيه. التقدم الشركي ايضا كان فيهم واحد الجانب اللي كان كيهمني، هو تقريبا هذا الدفاع على الجانب هذا الهويتي اللي كانوا كيدافعوا عليه. ولكن اللقاء اللي غادي يكون يعني السياسه غادي ندخل لها، هي انني فاش غادي نلتحق في الديوان ديال السي العنصر،
لأنني كنت اشتغلت معه في الديوان من 2002، وطبعا ديك الدخل ديال الولوج للديوان هو اللي عطاني يعني واحد تفتح الباب، لان الاشتغال في الديوان انا كنت كنعتبره بانه خطوه لممارسه الفعل السياسي مبدئيا. انا كنشوف مبدئيا، لان شنو هو الديوان؟ الديوان كتجي يعني هو منصب سياسي في اخر المطاف، ماشي معين، انت تختار يعني تختار خليتي باش تقوم بواحد المهمه لواحد المسؤول سياسي قبل كل شيء. وطبعا ذاك المسؤول شاءت الاقدر ان اشتغلت مع السيد ناصر، هو امين عام للحزب، فأمين عام الحزب كنت كنشتغل معه إداريا، وأيضا كان كيكلفني بمهمة سياسية، مهام سياسية، وهذا خاصة متعلقة بالتنظيم ديال الحركة الشعبية. كنت وراء الخلق ديال الجامعة، واحد مجموعة ديال الندوات، مجموعة ديال الورشة التكوينية. كانت عندي عاوتاني رؤية على الجريدة، كنا كنشوفوا كيفاش غادي نقدروا نعاودوا فيها النظر، نعطيها واحد النفس جديد إلى آخره. كانت عندي بصمة أيضا في الشبيبة ديال الحزب. سي وزين، دخولك لعالم السياسه لهذا المجال الخطير جدا، واش كنتي واعي بالامر؟ علاش خطير؟ يعني السياسه واخا هكاك هي كلها لا، هي في السياسه ما شوف تحديات تحديات هي عمل يعني في شفنا خصنا نشوف البعد النبيل ديالو، ما نقزموش السياسه فقط او نختزلوه غير التعليقات وردود الافعال والصراعات، يمكن هادشي جزء منها كما هو جزء من الحياه ككل. ماليش يكون غير نحطوه في الخانه ديال السياسه، يعني شوف الاداره واش ما كتكونش صراعات هكا، ما كتكونش تدافعات، ما كيكونش هذا شيء عادي. السياسه ما انسى ماليش ينتظر الشيء الهين او السهل او السهوله فيها، اكثر ما انه فيها واحد المجموعه ديال التحديات اللي الانسان خاصو يرفعها. وكنظن بان ربما اليوم، وهذا ربما الرساله اللي بغيت الشباب اليوم يلتقطوها، هو ان الانخراط ديال الشباب السياسه بقوه اننا كنعيبوا واننا كننتقدوا، راه فاش كندخلوا ربما نقدروا نحسوا ديك الصوره من الداخل، ولكن مادام اننا برا وكنحكموا كنعطيو احكام قيمه اكيد ما غاديش. باش نرجع للسؤال ديالك، قلت لك قلت بانني كنت التحقت يعني الولوج ديال العالم السياسه، كنت شاءت ربما الاقدار انني الوزير اللي اشتغلت في الديوان ديالو كان هو امين عام سي العنصر، كان امين عام الحزب، وطبعا كان هناك مهام إدارية كما كانت هناك أيضا مهام حزبية، فكان كلفني أيضا واحد مجموعة ديال المهام الحزبية، وكانت ربما هذيك هي البوابة لولوج عالم السياسة، واللي فعلا الحمد لله أنا فخور جدا، لأن كاين البصمة وكاين واحد مجموعة ديال العطاء كما قلت سابقا، وفي مجموعة المنابر فرص فائتة. أنا كنت وراء الجامعة، خلق الجامعة الشعبية، وراء الشبيبة الحركية، أيضا كندعم الخلق المنظمة ديال المرأة الحركية، يعني الأطور أيضا الأطور الكفاءات ديال الأطور الحركية، أيضا كنعبد ربي أيضا من حامل هاد المشاريع. فكنشوف اليوم بأن فعلا هذاك الولوج ديال العالم السياسة أعطاني فرصة أنني بصمت على الحركة الشعبية بواحد مجموعة الحمد لله ديال المشاريع اللي اليوم غادي تمثل هذاك الروح المستقبلي إن شاء الله ديال ولي صنعت الباركور ديالكم. واخا أنت مازال صغير، ولكن نقدروا نقولوا وشوية بالمقارنة حيت حنا كنعقلوا حنا بالنسبة لنا السياسيين هو ذاك الراجل فوق 60 عام، فاش كنلقاو شي سياسي أو وزير في الأربعينات كنعطيو العصا وكنخليو ولوش الله يعطيكم الصحة كيجينا مازال صغير ما يقدر. واخا سي وزين، هنا واحد النقطة مهمة بغيت نجبدها معك. اكيد حنا كنهضروا على شخصيه سياسيه وزاريه، فاكيد كتكون عندها واحد الخلفيه معرفيه علميه دراسيه. بغيت نعرف التخصص ديالكم، شنو قريتوا؟ التخصص ديالي كان في اللسانيات الاجتماعيه او ما يعرف بالسوسيو لانغويستيك، وطبعا كانت عندي دكتوره متبوع عليها شكيكه فيها ايضا. شو على ذكر هاد الشكيكه فيها، انا يعني قبيله كنا كنقلب في الالبوم ديالك، لقيت صور من لا سوتنونس ديالك، يعني من حفل التخرج الا بغينا نقولوا. ما كرهتكش تعرفني ببعض الشخصيات، بون شخصيات معروفه كنعرفها، ولكن شي وحدين ما قدرتش نتعرف عليهم. هذا من جانب الحضور، هذا جانب من الحضور. كاينه المرحومه بعد زهره شقاف
الله يرحمها وسع عليها اللي حضرات هذه اللي كانت برلمانيه انذاك، ثم كانت فاطمه الكحل اللي هي برلمانيه ديالنا ومازال حاليا، كاين السي احردان، كاين واحد المجموعه ديال الحضور اللي كانوا قياديين وكانوا مناضلين في الحزب اللي كانوا حضروا طبعا المطروحه. هذا جانب لجنه الحكم كما كنقولوا. هذا ايضا فيها المرحوم قصوص الله يرحمه ويوسع عليه، احد كبار السوسيولوجيا في المغرب تماما، وفيها كاين الاستاذ عبد الرحيم اليوسي اللي كان عليه واحد الفضل كبير على المسار ديالي، واللي نقدر نقول لك هذاك هو الاستاذ اللي علمني معنى ومفهوم ديال الصرامه. ايضا كان الاستاذ جماري اللي كيقري، اعتقد انه كيقري في قطر اليوم، اكبر الاساتذه اللسانيين المعروفين في المغرب. الى جانبه ايضا الاستاذ بن حلام، ايضا يعني اللي هذوك اللي اطر عليا، ويعني نقدر نقول لك انهم جهابده اللسانيات اللي عندنا. هو عندك الشهود سي اوزين انك شوف واحد فيهم قدر يدافع عليك ويقول لا ما كندافعوش على اللعبات. انا نقول لك كاين مسائل اللي الانسان ما غاديش يدخل فيها. انا قلت بعثت ماشي غادي نقول لك شكك في هذه، انا كنقول شنو هو الاشياء اللي ما شككوش فيها كتسمي محمد القصي. شكوك في اي شيء، برلمان نهار البرلمان ديالي شكوا فيه، الجبهه ديالي شكوا فيها، الشواهد شكوا فيها، شكلي ايضا شككوا فيه. غريب جدا شي نهار يشككوا فيك واش كاين ولا لا. لا لا انا نقول لك واحد القضيه، هذا الشيء راه ما كيحركش فيا الاذن. فعلا ما كيعصبكش هذا الشيء؟ ابدا ابدا. انا اللي كيعصبني هي شي واحد فاش كيقول شي حاجه وتقدر تكون صحيحه تقدر تضرني، اما العابات ما يمكنش. انا شي واحد قال لي علاش ما تشجعش الصور ديال الاطروحه ديالك وتحطها في فيسبوك؟ قلت له حتى لمن خصني نكون شاك في راسي باش نحطها. لان قلت الا كانت تشكيك في الدكتوره اللي جبتها، ما جبتهاش من كندا، جبتها من المغرب. فعلا يعني مش كنتيها من جامعه مغربيه. هنا الجامعه المغربيه الدوله المغربيه اللي كتعطي تعطي شواهد مزوره، الا حتى انا ربما خصني ولكن نقدر نقول لك بانني مشيت للمحكمه وبانني ربحنا الدعوه، ولا احد تحدث على بان الدعوه تربحات. حنا سمعنا غير التشكيك، ما سمعناش. لا ما عمرك تسمعي داك الشيء، كيما واحد مجموعه ديال الاشياء ما تسمعيش بهم. ان انا قلت لك هنايا فاش 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 درت هاله وخرج عدد، نقدر نقول لك غريب جدا. وقفي معايا على هذه القضيه، كيف يعقل ان مجله فيها 10 صفحات تخصص 8 صفحات لعبد ربه، كتهضر غير على الشواهد ديالو بانها كلها مشكوك فيها وبانها مزوره الى اخره. واش 8 صفحات نستحق انا الجريده ما تخصص عليه 8 صفحات؟ ربما هذا فخر كنت كنتمنى ان يكون شكاك. لا انا راه شي راه مثلا ما كنديرش، ما كيكتبوش باش ما كتبوش شي نهار يمكن غادي يكون عندي شي رد فعل ماشي هو هذاك. ما عجبكش الحال دابا خصك تكون. انا وليت كنشوف هذا الشيء يعني بواحد واحد واحد العبات يعني اللي كتنشر، زعما داك الشيء ما يمكنلكش تعلق عليه، لان كتنزل لواحد المستوى اللي صعب جدا انك تدخل في متاهات وفي جدال عقيم. ندوز لواحد الصورة ثانية، هذه في الحفل ديال التخرج ولكن في المنزل، في العائلة الخاصة. هذه عائلي، هذه دار الأسرة ديال الزوجة ديالك. هذيك دار الأسرة ديال الزوجة ديالي. هذيك الزوجة ديالك، سمح لي سي أوزين، عاد ندوزو نهضرو على الأفراد العائلة. مدام فايزة كي كانت اللقاء بها؟ كيفاش كان؟ تعودنا على فايزة. كان عندي ما تنساش بأن فايزة هي كتنتمي تقريبا للمنطقة اللي كنتمي لها أنايا يعني. هي من قبائل زيان، وهي ابنة أحد كبار الحركة الشعبية، هو القيدي أمهروق، واللي هو حفيد المناضل والمجاهد الوطني المرحوم محمود الزياني. فطبعا كانت عندي اول لقاء كان في الجامعه، لان كان عندنا نفس المسار الدراسي، وايضا كانت بيناتنا واحد المنافسه في الدراسه، ولو انها دائما كانت كتفوق هي، لان هي كانت كتاخذ الامور بجديه اكثر مني ربما. حيت كانت كتاخذ الامور بجديه وصافي اكثر. لا هي ماشي جديه، هي راه يعني روبو. يعني كانت الطريقه باش كانت كتشتغل كانت دري، لان راه كانت المجرات لا بروموسيون ديالنا كامله في الجامعه كانت هي الاولى. هادشي ما كانش معقدك؟ كانت لا ابدا 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 ابدا. ايضا كانت كملت الدراسيه ديالها من بعد في جامعه الاخوين، وخدات الماستر ديالها، ومن بعد عاوتاني خديت انا الدكتوراه قبل منها، ويتعقد لي واحد شويه، وهزت واحد التحدي اخر. حيت غريب ان في عندك ديك المنافسه اللي كانت في الصغر، وحنا فاش تعرفنا راه بقات حتى من بعد.
خصوصا في الجانب الاكاديمي والجانب الدراسي. من بعد فاش خذت هي الماستر وخذيت انا من بعد عاوتاني مورا الدكتوره، ديك الدكتوره بقات ليها في البال وخذت الامور بجديه، رجعت عاوتاني لذاك هذاك المول القديم ديالها رجعت دخلته وفعلا تابرات حتى ناقشت الدكتوره ديالها، وكانت دكتوره متميزه مشرفة جدا وبتصفيقات وايضا حتى بتوصيل الطبع ديال الدكتوره ديالها. وتعاود لنا علاش بالضبط مدام فايزه؟ يعني علاش ماشي مدام فايزه؟ فوالا اكزاكتو، علاش؟ شنو المواصفات اللي عجبتك؟ علاش اتفقتوش؟ ربما لانكم من نفس المنطقه، ربما لاننا من نفس المنطقه يمكن كان لعب شي شويه عنده ربما واحد التاثير، ولكن انا قلت لك اللي قربنا اكثر هو ان كنا كان ديك التنافسيه بيناتنا، كنا كنتنافسوا في الدراسه، وكنا كانت كتشوف فيه واحد الجانب ربما، وكنشوف فيها انا جانب اخر. دائما كنت هضر على الميدان الدراسي. انتوا مزوجين على الميدان الدراسي ولا شنو؟ دابا حنا كنهضروا على البدايه. الأمور من بعد البدايه فعلا كانت علاقه ديال الدراسه اللي غادي تتطور وغادي تتحول لعلاقات حب وعلاقه حميميه اللي غادي تاخذ المسار ديالها. انت كتشوفنا اليوم كنتقاسموا نفس الصغر. وعندكم تبارك الله واحد جوج بنيات الله يخليهم لكم، وريدات الله يحفظهم. نهضروا دابا على هذا الحفل ديال التخرج مع الاصدقاء ومع العائله سورتو. تهضرنا على شكون كان معاك، على الاسره ديال الزوجه ديالك. حنا كنعرفوا ان الام ديالها هي وحده من القياديين الكبار، هي اللي كتشوفيها تما الى جانبي تما، اللي كتشوفيها تما كاينه المناضله الحليمه السالي اللي هي قياديه وعضوه ديال المكتب السياسي بالحركه الشعبيه. ايضا في جانب تما كاينه كتشوف حدا فايزه، كاين هذاك هو السي قيدي امهروق. وفي جانب الجانب تما كاينه الام اللي رباتني هي هذيك اللي حداها، ثم الاب ديالي اللي رباني من الجهه الاخرى اللي كتشوفي تما كاينه، وكاين الخال ديالي، وكاين هذاك السيد السي محمد بن كاكي، هذا اللي كان استاذ ديالي، قراني في الابتدائي واصر على انه يحضر في الاطروحه ديال الدكتوراه، لان بالنسبه ليه كنت كيشوف واحد التلميذ اللي كان هو صار عليه، واللي يعني منذ العمر ديال 7 سنوات او 6 سنوات منذ ولوجي للدراسه، وجا كيحضر معايا ربما في التتويج، اذا بدا معايا عاش معايا البدايه وكيعيش معايا ايضا، يعني حتى لهذ المرحله يشوف النجاح والتفوق. كنت سعيد جدا وانا كنشوف سي محمد مركاكي هو كيحضر معنا، اطال الله في عمره. سي أوزين سمح لينا غادي نسولك واحد السؤال بزاف وكتبوا عليه بزاف، كونك يعني تناسبتي مع أسرة عندها وزنها في الحركة الشعبية، واش ماشي هذا الشيء بالإضافة إلى المواهب ديالك في طبيعة الحال وأن حضورك هنا مواهب عندك مواهب سياسية ماشي فنية سياسية، إلا بغيتي نجربوا الفنية دابا شوية نجربوا قرا البيانو دابا ندير لك اختبار. هذا الشيء كيقول أنه ساعدك أو دعمك أكثر ان كان عندك واحد نقول واحد الخلفيه يعني عندها قيمتها ندعمك؟ لا انا نقول لك يعني فاش كتمارس السياسه خاصك تكون عندك اجي نعيشوا انا هيك هذه المرحله. انا قيادي في الحركه الشعبيه، بغيت نعاونك انت يا السيده مجده، بغيت نعاونك انت انك ندفعك وتزيد الامام. كي غادي ندير نعاونك الا ما كانش عندك شرعيه؟ غادي تسهل لي الماموريه الا جبتي لي جماعه، تسهل لي الماموريه الا جبتي لي برلمان، هي المأمورية اللي جبت لي واحد الشرعية يعني محلية. هذيك الشرعية كانت عندي، كنت رئيس جماعة، كنت رئيس مجموعة جماعات، تصدرت الانتخابات في البرلمان، إذا عندي شرعية. هذه إلا كيقولوا دخل شي واحد كيدفع شي واحد مزيان، ولكن يعطيني باش ندفعوا ديال الروايض، باش ندفعك بلا روايض غادي تقولي على راسك، دير الروايض باش تحرك، دير الشرعية باش تحرك وغادي ندفعك وغادي تمشي الأمور بسلاسة. يعني ماشي مشكل ان يعني الاسره سندتك، ولكن انا كنقول لك انا كنقول لك راه فاش تبغي تساند شي واحد، تبغي تدعم شي واحد ماشي عيب، ولكن اعطيني بعدا غير لاباز باش ندعمك. انا كنقول لك اليوم الا كنت انا في حكومه، حيت عندي او كنت في حكومه كانت عندي شرعيه، انا كنمثل الشرعيه ديال الجيل الجديد في الحركه الشعبيه، واحد الجيل جديد اللي عنده شرعيه، اللي مشى هبط المعاقل ديالو وجاب نتائج. هاد الشرعيه هذه هي اللي كتخليك اليوم كتهضر وراسك عالي، شي واحد يدعمك من هنا او من لهنا اكيد ما غاديش الا ترحب بها. فعلا على ذكر الوزاره، نهضروا على هاد كما كنقولوا مرحله جديده في حياتك سي أوزين، هي فاش تقلدتوا منصب وزير الوزاره. كما قلت يعني دائما كنقولوا ماشي وزاره سياسيه فقط، بل حتى
حيت حنا ارتباطنا بالرياضه عنده يعني قصه خاصه سورتو مع كره القدم. فتعاود لي هذه المرحله الجديده في حياتكم. هي وزاره عندها واحد الطابع خاص. هو وزاره اللي كندبروا فيها الاحاسيس. وفاش كتدبر الاحاسيس، الاحاسيس راه فيها لا منطق، سي لي راسيونيل. راه كما كنقول لك انا كنهضروا، راه غير الكره كتطلع فوق برا كتهز الشعب، كره كتنزل تحت البار كتدخل كتهز الشعب، تهزوا في هذا الاتجاه وفي هذا الاتجاه. فطبعا فاش كتكون فوق البار ديغاج، وفاش كتكون تحت البار راه الشعب كيفرح وصافي كتنتهي الامور. مع العلم ان وزير يعني طبعا عنده منظور على السياسه الرياضيه، ولكن ما عندوش سلطه في الاختيارات التقنيه والتكتيكيه. ما كيجيب مدرب، ما كيختار لعابه، ما كيختار. وعلى كل هذا الشيء هذا موضوع الوزاره. فاش كنت جيت لها عطيتها واحد النفس، دليل ان يعني ولات كتسمع الوزاره اكثر ما كانت في الماضي. اعطينا واحد النفس، وحنا واحد وبدينا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كانت طموحه جدا. الخلفيه اللي كانت عند عبد الربي كان عندي جوج ديال الاهداف. الهدف الاول هو العمل القاعدي، داك العمل القاعدي اللي بغينا ناسسو من هنايا واحد 50 او 10 سنين الجايه تكون عندنا قاعده عريضه ديال الممارسين، لان اليوم ما عندناش. والهدف الثاني كان عندي هو السرعه، كنت غادي بواحد السرعه بواحد الايقاع عالي جدا، لان كان الهدف ديالي وهذا هو اللي ما كيعرفوش الناس، هو في حدود 2016 كنا بغينا نديو الى حطينا الترشيح ديالنا باش ناخذوا كاس العالم، غادي تكون عندنا فعلا الاسس باش ناخذوا كاس العالم. وكنتي كتامن فعلا ان عندنا حظوظ ناخذوا ترشيح لكاس العالم؟ انا جيك قلت بس، لان كاس العالم ما كان ناخذوش فقط غير بالتمني، كناخذوه بواحد العمل. حنا شنو كان عندنا؟ كان عندنا درنا لي زيتود ديال لونسينا الملعب ديال مولاي عبد الله اللي مازال كنقول لها مفخره، هو ملعب مفخره. ما يمكنش نشوفوا غير الرقعه ديال الكازو اللي وقع فيها عيب، راه خسرات هذاك التيران. هذاك مفخره ديال 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 المغرب، ومعلمه افريقيه، وراه ماشي عبد الربي اللي كيقولوا، راه كيقولوها الناس اللي في الفجر كيقولوها. مع كامل الاسف حنا مازال كنهضروا على لي راسيونيل، وكنهضروا على ناس هذاك الملعب اختزلوه في رقعه. فالايقاع اللي كنت غادي اللي كنت غادي فيه هو ان في حدود 2016 كنا غادي السنه اللي فاتت كنا غادي نديروا لي زيتود ديال الملعب ديال فاس والملعب ديال 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 وجده وتطوان، بمعنى ان غادي نمشيو لكاس العالم في 2016، نهايه 2016 غادي نمشيو تقريبا بواحد سبعه ديال الملاعب جاهزه. وفاش غادي نحطوا لا كونديداتور ديالنا غادي يبقى لنا، لان مبدئيا خصك ثمانيه ديال الملاعب باش نضم كاس العالم. في الالتزام اللي غادي ناخذو اننا غنلتزموا على الملعب اللي غادي ننهيوه في اربع سنوات القادمه مع الملاعب، انك نضعوا على 2026. اذا فعلا هذا هو المنظور اللي كنا غاديين فيه، والسرعه اللي والايقاع اللي كنا غاديين فيها. مع كامل الاسف بقينا في الكراطه. انا هاد الكراطه غنرجع لها، ولكن بعد ما غتجاوبني على واحد السؤال. ما كتلاحظش سي اوزين ان هاد وزاره الشباب والرياضه بالضبط تبعها واحد النحس؟ حتى واحد ما قدر يستمر فيها، لا الرياضي لا السياسي لا الاداري. يعني نقول لك علاش، لان كنخدعوها لردود الافعال ديال هذا الجانب او ذاك الجانب. انا قلت لك بان كاين هناك جمعيات، هناك جامعات، هناك يعني الرياضيين انا كنعتبره اكبر حزب كاين في المغرب وديال الرياضيين، كما كيقول السي حسني بسليمان الله يذكره بخير. الاشكال اللي كاين هو ان الى رديتي البال ما كانتش واحد الاستمراريه ديال المسؤولين اللي كيتوافدوا على الوزاره، وبالتالي حتى المنظور ما كيكملش. انا كنقول لك واحد المجموعه ديال البرامج اللي كنا غاديين فيها وغاديين فيها بواحد السرعه، وربما حتى ذاك الايقاع باش كنت غادي وديك السرعه باش كنت غادي كانت تزعج. مزيد ما تنساش بانني كنت ايضا فاجيت كنت على الحكامه. مش ربما الحماس ديالك كان زايد شويه؟ فاش؟ يعني كنت يعني كما كنقولوا بغيت تحرق المراحل، بغيت دير لو ماكسيموم في واحد بغيت ندير لو ماكسيموم. ماشي عيب، كان عندي هذا الطموح باش ندير لو ماكسيموم. الدليل ان داك الشيء اللي دار في هاد الثلاث سنوات اللي كنت فيها نقدر نقول لك ما دارش هذه سبع سنوات قبل مني. دابا يتقلقوا منك الوزراء؟ لا، انا كنقول لك هضرت لي على الايقاع، على شيء بالارقام، هادشي بالارقام. الاصلاحات اللي دارت نقدر نقول لك فاش جيت راه فت يعني وصلنا غير دوك الملاعب القرب وصلنا ل 600 الى اخره، 600 وتقريبا 71 كان سيمونسي في الخياط ديال في حدود 2016 ولا 2017 ديال باش يوصل ل 1000.
راه فاش جيت راه نقدر نقول لك راه الثلثين ديال داكشي اللي دار قبل، ولكن ولو ان المده ديالو هو كانت شويه قصر، ولكن انا نقدر نقول لك وصلنا ل 600. انا فاش جيت لقيت كذا و70 او وصل ل 100، انا وصلت ل 600. نقدر نقول لك الاصلاحات اللي درنا ديال العشب ديال الهوات وداكشي، ما بقاوش كيلعبوا في سميتو، ما بقاوش كيلعبوا في التراب، ولاو كيلعبوا في العشب الاصطناعي. نقدر نقول لك الملاعب القاعات اللي تصلحات، نقدر نقول لك لي بيسين اللي مشاو، يعني واحد المجموعه ديال الانجازات اللي دارت، اللي نقدر نقول لك زعما والحمد لله انا جد فخور بها انها غير مسبوقه. مع كامل الاسف دابا الناس ما كيشوف كيفهموا المسؤوليه ديال الوزير هي في نتيجه المعينه، ما كيشوفوش يعني داك الاصلاحات اللي كدار ودوك الاوراش اللي كتفتح. نقدر نقول لك القرى الرياضيه، هذا القرى الرياضيه اللي فتحنا في طنجه فيها تبارك الله اليوم معلمه القريه الرياضيه بواحد المعايير، بكونسونطرا ديال التنس يعني معايير دوليه، لإفران مدينة رياضية أيضا، ورزازات الرشيدية، يعني كاين واحد مجموعة ديال الإنجازات اللي دارت. ولكن الأسف ما كتشوفش هادشي كله، علاش ما شفعلكش فاش وقع واحد المشكل معين اللي هو مشكل الكراهية؟ أننا ما شوف الناس ما غاديش تشوف هادشي. الناس دابا كتشوف أوزين جوج حوايج، الكراطة 22 مليار صافي. دابا بيني وبينك 22 مليار واش فعلا هي اللي تقيل يعني هو اللي كنعرف وما تخلصها وراء العابات هو هذا. واش الناس كيقولوا لك فلوس كيهضروا عليهم ما تخلصوش، باقيين عند الدوله. سولتيني قبيله على 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 فاش خرج التقرير، حتى واحد ما هضر عليه. علاش ما هضروش على التقرير؟ والتقرير خرج وتقدم في المجلس الحكومي وقدموا وهضر عليه السي مصطفى الخلفي، لانه تقدم في المجلس الحكومه وخرجوا التفاصيل. علاش 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 ما دارش الهاله وعلاش ما هضروش عليه؟ كلشي ضرب الطم وكلشي سكت. نهار ربحنا الدعوه ديال التاجيل ديال كاس افريقيا، واحد الوقت نط واحد الهاله ونط كلشي، وحسبوا عليا ايضا من الاخفاقات ديال اوزين. وفاش ربحنا لونا يوغاندا كوز، حتى واحد ما هضر عليه. عرفتي الوحيد شكون اللي هضر عليه؟ قناه اجنبيه هي اللي اتصلت بيا وقالوا لي كنتي كتهضر وكنتي متاكد انك غادي تربح هذيك القضيه، بغيت ترجع ليها. قلت لهم ما بقاتش عندي الصفه باش نعلق على شي. قال لك واخا ما بقاتش ولكن ما كانش غادي يعلق. قلت لهم كنظن بان انتهى الكلام في هذا الموضوع هذا. علاش ديك الساعه كنت كنستنى الصحافه المغربيه ايضا تقول تعطيك الحق في واحد الملف اللي دفعتي عليه في واحد نجحت خرج التحقيق ديال مركب مولاي عبد الله. علاش ما هضروش عليه؟ علاش ما درتش عليه صحافه ضربات الطم؟ علاش؟ لان حنايا كنشوف ان خصنا غير التخوين. انا الفكره ديال التخوين وديال التكفير لا خاصك، لان الغريب هو انك فاش كتحارب الفساد كتولي اكبر مفسد. فاش كتحارب المفسدين كتولي انت هو المفسد، كتولي انت هو الشفار. وسولتيني قبيله قلت لي واش هادشي كيحرك؟ قلت لك ما غاديش يحركني. علاش؟ لانني ما ندمت حتى على حاجه الحمد لله. داكشي اللي درتو يعني بايمان ودرتو بالقناعه. علاش وقع المشكل في الملعب؟ علاش شفنا داك؟ لا عادي هادشي كيوقع، ووقع في فرنسا، ها وقعت في نيس، وقعت في امريكا، وقعت في المانيا. غير حنا القضيه ديال الكراطه باش تدخل لعباد الله، الكراطه والزين خلق كراطه فيها 3 متر. لا ماشي غير الكراطه، حتى داك السطوله اللي كتشوفها. داكشي ديالنا داكشي، شوف انا غادي نقول لك هذاك الشيء اللي وقع. يعني اعتبرناه بحال اللي تحشمنا، وحنا يعني دايرين منظمين واحد التظاهرة عالمية. شتي كون كان شويه ديال الذكاء مبدئيا هذاك الشيء كاين خصو يمشي للفيفا ماشي لينا، لان حنا ماشي حنا اللي مسؤولين على داك الشيء. وعباد الله هو ذاك الملعب عطيناه للفيفا، ساده بالسوارت هي اللي مدخله لي تكنيسيان ديالها والتقنيين ديالهم تما. فاش صبات الشتا واش رانا حنا؟ انا براسي الا طلعت كان داك الشيء الصوره اللي شفتو نتوما هي اللي شتانا. كان فاش كنطرح اسئله مع الموظفين اللي عندك يكونوا ماشي حنا، هما شنو قالوا لينا؟ ان الفيفا قال حنا راه درنا في الوقيته اللي ما فيهاش ما كتلعبش فيها المباراه، اللي موقفه فيها المباراه، كيسحب لهم التصوير ما كاينش. شنو وقع؟ وقع التصوير في ديك اللحظه معك بيان سور الناس ديالنا ما كي راه ما كاينش اللي كيشوف هناك ديالنا بعدا. نقول لك من هنا انا هضرت لقيت في فيسبوك داك السطل داير وديك الكراطه مسترونا كاع الا كان شي حاجه وخبيوها ديالكم، ما حتى اللي ما ردناش البال ردوا لها البال. ثم ان ودخلوا ماشي غير في هذا الشيء، دخلوا قالوا الزين كي داك تخرج العينين، جابوا واحد الفيديو قديمه ديالي وحطوها على اساس انني كنهضر على الملعب ديك الساعه. داروا لا مانيبيلاسيون، جابوا مذيعه روسيه كتضحك على موضوع اخر، قال لك راه كتضحك علينا. ولكن للاسف الناس كيتيقوا هذا الشيء. وبلاتي فاش جبتي مذيعه روسيه كتضحك، واش كتفهم انت الروسيه؟ هو غير فهم اخويا الروسيه وقول لي علاش كتضحك نتيقك، وانت ما فاهم حتى وزه. وشفتي السيده كتضحك وكتقول لي كتضحك على المغاربه. لا كاين كانت واحد لا مانيبيلاسيون، كان واحد سميتو اللي مشاو فيه الناس. انا كنقول حتى الا كان خطا، مثلا هو كان خطا ونستر بعضياتنا
ودابا حنا كنضربوا الطر بعضياتنا حتى لما بنت شي حاجه كنخرجوها للعالم وما خلاو ما قالوا فيها. الفيفا 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 داروا دار واحد الكومينيكي واحد الباين شنو قالوا هضروا قال لك نظرا اللي غالغزاله سميتو الغزاله ديال ديال ديال, ديال الامطار راه حنا غادي لوكاليزي غادي نحولوا سميتو الملعب المباراه الملعب ديال مراكش. ما جوج جوج ديال الكلمات ما زادوا فيهم ما نقصوا ما تقلقوا ما والو وحنا ردينا فيها واحد الهاله. حنا ديك الساعه انا لو كان ذكاء هذاك الفيديو هذاك الفيديو اللي فيه دوك الفرنسيين كيهضروا شنو كيقولوا فيها ما عمرهم جبدوا المغرب. وانا كنتحدى رجعوا الفيديو واحد دابا كيكتب كلمه في فيسبوك كلشي كينزل واخا ما شفت حاجه ما هضرش انا نهضر على الفيفا كيقول قال ردي البال ورجع رجع في اليوتيوب راه مازال كيقول لي ايبان لا فيفا ادي مويا راه فيفا ماشي حنا هذاك السطر سي فري هبطوا تما كاينه كون الحمله اللي بغيتها تكون ماشي على محمد اوزين بغيت تكون على هذيك الساعه تكون على الفيفا يقولوا علاش الفيفا تهبط ليك هي المسؤوله اجي وسيدي يقول لنا ولكن انتم كوزاره واش ما عندكم حتى دخل فعلا بتاتا شتي انا مسؤول ما عنديش الحق نهبط تما كاينين اللي ما عطاونيش الفيفا البادج في دفتر التحملات كنعطيو لهم الملعب كنسلموه لهم شهر قبل ما عندناش الحق ولكن مثلا ديالهم. في اطار تسيير الصفقات ولا في المراقبه ولا واش انتم فعلا ما عندكم حتى مسؤوليه لا 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 لا, لا ما كنهضروا على حوايج اولا الصفقات البني وداك الشيء هذاك ديالنا هذيك مسؤوليتنا هذا موضوع حنا كنهضروا دابا على السطر ولا الكراطه السطر والكراطه ولكن السطر والكراطه هي نتيجه لا ماشي لا. السبب هو ان الطيغه ما تبناش او عفوا العشب ما كانش بواحد الجوده معينه شوف دابا كنهضروا على حوايج راه قلت لك هذا النتيجه او السبب دابا اليوم لقينا واحد العيبان في الملعب كيما بان كبان في دول اخرى ولا بان في دول متقدمه حنا شنو الاشكال اللي كان في ملعب الملعب الملعب في المعايير الدوليه حنا كنهضروا على الرقعه وهذيك الرقعه اللي شحال كتسوى 5 مليون ديال الدرهم ماشي 22 ماكانش باش راه مصاوبه دابا بالدب هذو لعبات هذه كتسوى 5 مليون ديال الدرهم حنا كنهضروا على 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 22 مليار 22 مليار راه الملعب كله البنايه كلها اللي عاود تعاودت من تحت لي فيستير لي زاكسي لي سياج ما كلشي لي كاميرا كلها لوجيستيك وهذو كانوا ديلو الحمد لله دابا الناس كتهضر كتقول لك راه 22 مليار ديال العشب هذا عبث تخربيق هذاك 22 لا ماشي حتى ديال العشب 22 مليار داها اوزين ما تخلصاتش شي باش خرجنا من الوزاره ما تخلصاتش باقا ما تخلصاتش عباد الله كيفاش غدير واش كيسحب لهم 22 مليار شنو هي عندك يسحب لهم اوزين هو اللي كيخلص عنده الفلوس مستفين في الوزاره وكيجي وكياخذ ماشي التخربيق خص الانسان يعني يرد غير شويه البال في الحكم على الاشياء لا نقول نقدر نقول لك انا خرجت من الوزاره وحنا كنا يلا خلصنا لي زيتود الدراسات ديالها وليلو الاولين اللي كنا ما وصلنا فيهم واحد 30% لا 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 الدليل ان حتى فاش خرج البيان ديال الديوان البلاغ ديال الديوان الملكي شنو فيه فيه كيقول لك لم يتم التسليم لا ريسبسيون بروفيزوار التسليم المؤقت فاش ما كيكونش التسليم المؤقت واش كتكون خلصتي راه باقي ما خلصتيش إذن علاش كاين الناس اللي بغاو لا وزدين خدات 22 مليار هذه هي اللي في الاذهان ما غاديش تخرج لهم هذه ما كنعلقش عليها انا يا كاين التقرير راه خرج واللي بغى يعرفوا اللي ما بغاش هذاك شغله في التعليق ديالو ديال الاول التقرير رد البال التقرير راه كان مبني على التعليمات ديال صاحب جلاله الانصرو اللي هضر اللي عطى اوامر في تعميق البحث اللي كنت بديت انا وقال بانه خصني نتعمق البحث بما ان هذا الشيء ما فيهش تفريع هذه الاولى ثانيا انا باش نرجعوا للملعب الملعب شنو وقع فيه كانت شتا صبات بواحد الشكل غير مسبوق في الرباط خمسة السوايع ما حبساتش من الأربعة حتى ل 12 شتا كتصب تلعبوا جوج ديال المباريات وزدنا البرولونغاسيون فاش صبات الشتا هادوك البولو شكون اللي متبعها دابا ديروا راسكم بلاستي انت الا مجدة بغيتك تكوني بلاستي جا عندك اللابوراتوار كيقول لك زيد التيران قبل هادشي اسبوع ولا اسبوعين قبل عطيوني واش التيران واجد ولا ما واجدش جواب لابوراتوار بيرو ديتود لونتربريز هادشي موثق؟ معلوم موثق والفيفا قالت لك جواب الفيفا قالت لك جواب واش بغيتي دير وزين هادشي داكشي اللي قالوا لي درتو واش انا هو اللي كنبني داكشي اللي عطاوه ليا قلت لهم الله يسخر لا فاش صبات الشتاء هما الغازون كان 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 العشب باقي 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 جديد كثروا عليه الرمله باش يستابيليزيوه فاش ديك الرمله مبدئيا كدار ولكن فاش كثروا عليه الرمله وصهبطات ديك الكميه ديال الشتاء هذاك ديك الرمله تساتورات ما بقاتش كدوز الماء بان داك العيب في الجنبات ديالو هذا هو اللي وقع واش حنا في يعني بالضروره خاصنا الا وقع شي عيب صافي راه فيها تشفارت هادشي راه صفقات دازت
دابا انا غير دابا غير فهم فهمني شنو بغيت نوصل لك. هاد الصفقه هادي داك الملعب ديك الرقعه راه درنا شوفي الاقدار كي داير درنا ملاعب اخرى ديال التدريب تيغان دونترينمون بنا مع نفس الشركه صبات نفس الشتاء ما غرق حتى واحد ما غادي يغرق غير هذاك ديال شي واحد كان داعي فيك داك النهار ديال الملاعب الله غريب انا كنقول لك انه كلام ديال التدريب عادي ما وقعش فيهم داك الشيء اللي وقع ما غادي توقع غير لا هذاك بقوه ما حضاوه بقوه ما بغاو يردوه بارفي بقوه ما بغاو يردوه يعني فواحد المستوى كثروا بداو كيكثروا عليه داك الشيء حتى بان لعيب. وعلى كل هذه مسائل كتوقع هذا ماشي هذه دي اكت اوف جاد ماشي الاكت اوف مان ماشي فعل البشر. لان فعل البشر عجبتيني في السؤال اللي طرحتي قلتي واش هناك خلل. انا كنقول لك صفقه عاديه اخذتها شركه من اكبر الشركات اللي كتصاوب الجولف وكتصاوب صوبت واحد مجموعه ديال وهي اللي صوبت قبل الملاعب في مراكش ديال لونطريمون ديال فاكا ديال لي تيغ دونطريمون في الشركه هذا شركه كبيره وعندها تجربه وعندها الى اخره. اذا هذا الشيء جاب الله وقع وشنو نديروا كاع هذا الشيء جاب الله وقع شنو كاين شي كيوقع انا كنقول لك ماشي 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 بفعل البشر. جات الشتا بينات واحد العيب كما قلت لك القراءات اللي شفتو الكتابات اللي داروا كانوا كيهضروا على الكراطه ديال اوزين اليوم انا غادي نكون سعيد وفخور فجيك الكراطه تبان في اوروبا ولا تبان في امريكا كتبها وقولوا لها الكراطه ديال اوزين كتبان. وفعلا كنت سعيد وانا كنشوف واحد المقال كيتكتب كراطه اوزين تظهر من جديد في اوروبا صافي دابا انت وليتي الا كانت عندنا ماركه مسجله بوالو عرفتش الا كانت عند اوزين كان عنده هذا الفضل انه علم الناس ديال 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 الفيفا طبعا هنا هما اللي كيقابلوا داك الشيء الا علم الناس الفيفا بانهم يستعملوا الكراطه فغادي يكون غتكون فخاره. شوف نقول لك واحد القضيه شوف شتي لا 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 بلوز داك الكازون راه ما كدير فيها غير الكراطه هو باش كيتحيد الماء. شوف الا كان عندهم شي مشكل لا ماشي مصير وهذا حقيقه وانا كنقول لك احنا في التيران ديال الناس اكثر تقدما في الماشيك. شوف هذاك الشيء اللي داروا اكثر تقدم شنو كيدير ما كيحافظش على الغازون شي وحدين جابوا شي تصاور شي وحدين داروا واحد لوحه كتجر لاسبيراسيون كتجر التربه معاها تلا واخا كتجر الماء كتقلع الغازون وكغير خلعتي الغازون سي وزي حسن ما كتبدي داك هذا حنا رجعنا لنفس الشكل ماشي انا واش انا اللي كندير واش انا اللي كنكرات واش انا اللي كنغسل الله يهديكم. انا كنقول لك هادشي عطينا الفيفا هي اللي مكلفه به هادشي هو اللي بغيت الناس تدخل الاذهان ديالها كون كان واحد شويه ديال الوعي شنو بغيت انا بغيت فعلا يكون تساؤلات من المسؤول فعاد باش نمشيو لاوزين بغيتو غير راس اوزين هو خرج من الوزاره يلا شنو المشكل تحل المشكل ديال الرياضه في المغرب هذا هو الاشكال مع كامل الاسف كان داك التحامل لا هذه خصنا هذه هذا فين غنشدوها هو حصل جبتي لهم عطيتي حل تعطات لهم الفرصه لا علاش غادي يحصل بعدا علاش هذا الحقد المجاني انك كتدافع على رؤيه كتدافع على منظور غادي بواحد الايقاع غادي بواحد النفس ولكن واخا هكا سي اوزين انت عندك اعداء بزاف ديال الناس انت بعدا في الصحافه ماشي من الشخصيات المحبوبه انت دائما الصحافه ماده دسمه جدا وعزيز عليهم ينبشوا فيك ويعسبوك في نظرك علاش من سبع من عندك خليك التعليق اكيد غيكون عندك الجواب والله فعلا فيكفي انك تكتب اوزين في الـ في الـ في الانترنت نجم فعلا يعني خديتي النجوميه سرقتيها من لا 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 انا نقول لك واحد القضيه انا اللي ما كانش اللي شفتو فيه واحد النوع من العبث هي ان المغاربه فاش كطيح البقره كيقولوا الجناوه كما كيقولوا الوغ فاش وقع داك الشيء اللي وقع ولا اي واحد كتب شي حاجه على اوزين انا كنت كل صباح كنلقى عنوان فضيحه اوروسبور كنفهمش الفضيحه ديال اوروسبور انا قلتها ما ولاد عمي ما ولاد خالتي اوروسبور كان اتفاقيه كيخلص المغرب مليون ديال الاورو فاصله 7 حيدنا ديك السبعه وخلينا مليون باش يقولوا لي هنيئا انك كتوفر على 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 الدوله تقريبا مليون ديال الاورو اخرى صدقت فضيحه كنخليك تعلقي عليها ما عرفتش شنو هي فضيحه ديال السيارات ما عرفتش شنو هي فضيحه السيارات رئيس الحكومه هو اللي كيوقع ماشي اوزين محمد هو اللي كيوقع على السيارات ما جبتهمش انا باش نجيبهم لداري ولا باش نجيبهم لعائلتي جبتهم الموظفين باش يشتغلوا حصلوه خارج من خارج التراب الوطني وهو يدي البال ديال 22 مليار انهيار عصبي ما قاش نقول لك داك الشيء كيومين كنلقى عناوين والصحافه كيتصلوا واش بصح انهيار عصبي كنت ملي خويا قاتل كينيدي انا باش انهيار عصبي شنو واقع
صافي علاش شنو هي مسؤوليه سياسيه انا كنتحملها انت الكلام صافي كاين تقرير كيخرج انا كتبغي تكون الشجاعه كما كان التحامل في الاول غير من باب الامانه تكون الشجاعه ويقولوها خرج واحد التقرير ها شنو فيه صافي ما كاينش اللي يهضر عليه علاش لاننا خصنا راس اوزين وشنو هو اوزين في هذه البلاد هذه انت حيتي اوزين اوزين غادي شحال قليل كاع لهذ الوزاره باش غادي يبقى فيها واش غادي نعمروا فيها ابدا راك غادي غادي راه الا مشيتيش هذا العام غتمشي العام الجاي عادي ولكن انا كنقول لك هذا التحامل هو اللي شي شويه كان 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 كان, كان ماشي في محله ولكن نقول لك زعما بكل ايمان كانوا الناس كيسولوني كيفاش دبرتي هذه المرحله هذه عادي عرفتي علاش شتي واحد يقول لك غير كلمه واحده وتلقى عنده واحد شويه ديال الصح فيها تقدر تضرك ولكن ما تقولش يبدا يغوت عليها على التخربيق ما غاديش يحركك انا كنقول لعبات ما كيحركنيش انا كيحركني الصح واحد الوقت نقول لك باش نضحكوا شي شويه كنت غادي للمطار شافوا الباسبور ديالي بداو كيشوفوا علاش اوزين عنده باسبور دبلوماسي حنا طبعا فاش كدوز من الوزارات الخارجيه كيكون عندك الحق انك يبقى عندك باسبور دبلوماسي اي افي مدى الحياه اذا هما شافوا سميتو كيفاش هذا باسبور دبلوماسي دريتيهم وصدقات هذا علوه انت غادي تكتب اوزين شويه اوزين بجواز دبلوماسي في وصافي ما عندكمش شغل دابا اوزين انا كنقول لك مع كامل الاسف انا كما كنقول ديما الاشياء المثيره تجد لها زبائن اكثر من الاشياء الجاده فاش كتهضر على شي حاجه معقوله ما كاينش شي كيسمع ليها ولكن الاثاره طبعا عندها زبائن ديال اكثر فعلا سي اوزين شنو رايك نبدلو البلاصه ماشي باش تبدل البلاصه اللي جاني الجوع اللي جاني الجوع بغيتك زعما تفهمني بغيت شي نرطب الجو دخلنا في الكراطه وداك الشيء وانا فيا الجوع ولا على الكراطه غادي نخليك بلا هذا اليوم الغدا واش دابا الجوع حنا عارفينكم الناس ديال الشلوح كرام لا حنا ماشي شلوح بعدا وشنو نتوما امازيغ داكوغ بارلو امازيغ سي اوزين شكرا بزاف على هاد الكساعه السكسو مرحبا ومشرف انا ونورانا مدام فايزه مرحبا بك الله يبارك فيك ميرسي سي اوزين شت قدرتي عقلك كي جلست مدام فايزه وانت دير عقلك وتبتي خصني عندك واحد النكته واخيله عرفتي داك اللي قالوا ليه جمعوا واحد اربعه ولا خمسه وقالوا ليهم اللي كيخاف من المرخص يوقف الوغ وقفوا اربعه بقى واحد قالوا لي انت واش ما كتخافش منها قال لهم لا انا ما قلت ليهاش نوض طبعا في الحضور ديال فايزه كتكون شويه ديال نور كنضحك لحبست هكا باش ناكلو من بعد غادي يكون فرصه باش نحطو الكل انت اللي طيبتي لنا هاد الكساء انا عارفك حادق لا انا ريشت الدجاج انا غادي نسول مدام فايزه مدام فايزه حنا كنعرفوا ان سي اوزين عنده بزاف من الانشغالات ولكن واش هادشي كيخليه بصح يبعد شويه على الدار ولا على مسؤولياته كزوج ولا كاب صراحة فاش كنا في الاول قبل ما يكثروا الانشغالات ديالو كان كيعاوني في كل شيء في الطياب في كل شيء بلا فعلا راه ما كنغزهاش راه داكشي راه بنتي بحال الا كتنغزها فرانشمون سونز اكسبسيون بلا ما ندخل في الديتاي ولكن ديرنييرمون مابقاش عنده الوقت بزاف دونك كيحاول ما امكن يجمع الطبله الا حطينا الغداء ولا العشاء ولا هذا ولا يسو سير في لاكويزين وغسلت شي طبيسلات مؤخرا مخشي طبيسلات ما كان عندنا حد في الطبيعه دونك شافني معذبه نض كيعاوني مي قبل كان كيدير كلشي حقه دونك لا فولونتي كاينه اخر خطره ضربت الجفيفه ما عقلتش من نهار تزوجنا من بعد لا بروميير سيمين دار لي خاطر لا لا بوندون 2 ans 3 ans كنا كنديروا كلشي مجموعين داكور في الحقيقه اخر خطره حيتي زوين والله عجبني الحال انا كيعجبني الحال اش كنشوف اخر خطره ما جاتش الكراطه بالضبط انا وهاد الكراطه مشكله ما الكراطه عندكم كبيره في الدار بس ديال النكته ديال النكته زعما قالوا بان الكراطه 3 متر يعني حتى انا اول خطره كراج ماشي دار شخص كراج باش دخل على كلين هذا موضوع اخر غادي نرجعوا عليه واخا اكيد غادي نرجعوا له سي اوزين مثلا باغي نسول مدام فايزه شي اسئله عليك مدام فايزه بغيت نسولك واخا هو يعني ما كانش خص سي اوزين يكون جالس ولكن انا غنسولك بوجهه يعني تقولي هالو نيشان بغيت نعرف شنو هي المحاسن والعيوب ديال سي اوزين كزوج انت ربما اكثر وحده تقدري تهضري لنا عليه بزاف محاسن الصدف محاسن نقول لك الي كي داير هو ظريف بزاف اب حنون وزوج حنون سريع الغضب ولكن ما دغيا تيرجع سينو في البلاصه كيرجع والحوايج اللي ما كيعجبوكش فيه
هو صراحه بزاف ولا شنو كيعجبك فيه؟ لا دابا اللي كيقلقني فيه هو هو لا نو ديسپونيبيليتي ديالو، هو لو فات كو تيخدم بزاف والوقت اللي كيعطي للدار ولا قليل شويه، هادشي اللي تيضرني اكثر. مي سينو هو نقول لك زعما اب مثالي وزوج مثالي صراحه. مدام فايزه بغيت نسولك، سي أوزدين كرجل سياسه كي كيجيك؟ ما نعرف زعما صعيب باش نهضر عليه. انا ماشي كيجيك ما كيجيش كيجي والو كلش كالعروسه ياك يعني بحكم تجربه صغيره اللي عندي انا في السياسه، ما عنديش تجربه كبيره. كنظن بان هو راكم واحد تجربه كبيره في السياسه، وكنظن هو سياسي باش نقول محنك واخا مازال صغير ما عندوش الحناك. كنظن سي بون بوليتيسيان بالنسبه لواخا التجربه ديالو بالحكم اللي اسسين ديالو، مي كنظن ماشي السنوات اللي كتحكم، مي التجارب والانجازات سي أوزدين الله يخلف عليك، الله يخلف على مدام فايزه، و سي تري تري بون داك الكوسكوس كان زوين بزاف بصحه وراحه. سورتو داكشي كله تقضيه من خنيفره ياك؟ هو داكشي اللي قال الدجاج بيو من خنيفره، داكشي اللي كتقول لي داك كتسمع لا كنت هي على ديك الطبخ قبل نسيت ما سولتكش، كطيب مزيان القلب قول لي خلاص ولا كيطيبش. لا 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 عندي علاقه حميميه مع الطبخ، ولكن في البدايه ديال الحياه ديالنا انا في هذه الشقه هذه كنا كنتناوبوا انا وفيزه على الطبخ، بل كنا كنتنافسوا ايضا على الطبخ. كنت كنقول لها واحد النهار كنت صابت شي طويجنات كنظن، باش كنقول لها ما كيعجبهاش الحال طبعا، كنقول لها احسن طاجين كليته هو هذاك اللي صابت انا بكل تواضع. سي أوزدين قبيله حنا عارفين عليك انك رياضي وانك دابا مازال كتواظب على التمارين الرياضيه ديالك ياك، ومقبيله وانت كتعايرني انا ومدام فايزه حيت ما كنديروش الرياضه. لا ماشي حيت ما كنديروش الرياضه، حيت انت وزير الشباب والرياضه دزتي بهذا المنصب باغي تشجع على الرياضه ولا شنو؟ لا 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 هي في الحقيقه الرياضه اليوم ما بقاتش نقدر نقول لك راه ولات يعني يكره شنو نقول اكره، يعني انا مطالبين اننا نطريدو. الا ما كانتش عندي يعني ظروف في القاهره فكنقدر نمارس الرياضه 5 مرات في الاسبوع. برافو عليك، عطينا شويه ديال الاراده. انا فريمون كنمارسها راه عندك 5 مرات في العام. هي مساله ديال التنظيم، بزاف الناس كيقول لك ما كاينش الوقت، هي مساله التنظيم. اول حاجه غادي نبدا لك بها سي أوزدين، العمل السياسي اكيد كتسمع فيه بزاف د الحوايج كيتقالوا عليك. لا شنو ما كنسمعش افكتيفون داك الشيء اللي كتسمع اللي ما كتسمعش، شنو هي الجمله اللي فاش كتقال لك انت عارفين عندك روح رياضيه، كاين شنو هي الجمله اللي كتقال لك فريمون كتعصبك؟ الجمل كاع اللي كتحمل واحد النوع ديال اللعبات، الجمل اللي مع كامل الاسف دابا كتشوف واحد كيكتب حاجه كتشوف الاغلبيه يعني في واحد كلشي كتبع، ما كاينش اللي كيوقفوا كيقولوا بلاتي نتاكد واش هذا الشيء اللي تقال صحيح، واش وخاصك توقف غير يكفي غير توقف وتقرا وتفهم اشياء كتستشفها غير من من من, من الكلام. ما نقدرش نهضر لك على جمله، ولكن كيقلقني لابسورد يعني العبث بدون معنى اللي ما عندهاش، هذا هو اللي كيقلقني. خصوصا اننا حنا اليوم ربما في واحد الثوره كنعيشوا، واحد العصر ديال الثوره ديال الثوره الرقميه والثوره ديال 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 المعلومه، واصبحت ارض البال اصبحت المعلومه رخيصه واصبحت الصوره رخيصه، علاش انا ولات في متناول ديال 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 وخارج السيطره ديال الجميع وخارج السيطره اكيد فاللي خطير. وهذا الشيء هذا الشيء فعلا من الاشياء اللي فعلا كتقلقني وكتخليني كنخاف على المصداقيه، وكنخاف على الامانه، وكنخاف ربما حتى على القداسه ديال المهنه. ان احنا اليوم محتاجين الصحافه، احنا اليوم محتاجين الاعلام قوي، محتاجين اللي عنده مصداقيه طبعا، محتاجين حتى الفيسبوك ولو انه عالم
يعني اللي اللي فيرتوال هذا العالم اليوم حنا محتاجينه، ولكن ما بغيناش تكون فيه يعني يتحول لواحد الفضاء غير ديال القذف والفضاء، لان الناس دابا كتخبى في لي فو بروفيل الى اخره، فربما كيحس الانسان بواحد النوع من الحريه وكتغيب المسؤوليه وكيبدا الضرب وكيبدا، فهذا الشيء حتى هو ربما خاصو اعاده النظر. بحكم الضغوطات اللي كيعيشها ماشي غير سياسي، ولكن اي انسان في هذا الوقت اللي ولا سريع كنشوف بزاف ديال الناس كيمشيو عند الاطباء النفسيين. وزين واش شي نهار فكرتي تمشي عند الطبيب النفسي؟ باقي انت اللي غتحمو خويا. انا دائما دابا كان دائما انا فايزه كنهضروا بحال في هاد المواضيع هادو، وكتقول لي راه شنو المساله ديال الطبيب يعني الطب النفسي او كنهضروا على حالات اللي كنشوف بحال هكذا، وانا دائما كنقول لها انا ما كنظنش ممكن غلط في هادشي، كنقول لها انا كنشوف يعني الـ 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 الانسان الا كان متزن في شخصيته وفي شويه ديال ذكر الله، لان الانسان فاش كيوقع واحد غياب ديال التوازن ما بين ما هو مادي وما بين الروحي، فاش كيطغى المادي على الروحي كيوقع واحد الاختلال في الشخصيه ديال الانسان. الا قدرتي تحافظ على هذا التوازن، الانسان فاش كيقنط كيتوضا وكيصلي وكيقرا شويه ديال القران، كنظن غير الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا انت يعني هذه الفكره غائبه عندك؟ لا نهائيا ما كايناش. انا كنقول لك مع فاش كنهضر مع فيزا كتقول لي انا ما كنفهمكش، كنقول لا شوف انا كنحترم، ماشي سي با جوجمون، ماشي انني كنحكم، خصوصا انت يعني رجل علم. لا لا انا لا 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 غير دير بال عندك الظن ولا الحظه انني فاش كنقول هذا الشيء انني كنحاول نكاريكاتوري يعني المساله. لا ابدا لا، بالعكس كاين الناس اللي محتاجين انهم يشوفوا اطباء نفسيين. انا كنقول لك انا في هذه الحاله هذه كنشوف بان هذا التوازن اللي هضرت عليك مهم، وربما التركيبه ديال شخصيتي ما عمرها خلاتني نفكر نشوف، لان انا غالبا ما كان ستريسيش. كنظن اني كندبر الضغط بشكل جيد، وكنحاول ما امكن الانسان يجب ان يحتفظ براسه، كما قال ذاك الكاتب اللي خلى الابن ديالو ديك القصيده الشهيره اللي كتعرفوا، عندما تستطيع ان تحتفظ براسك عندما يفقد كل من حواليك رؤوسهم وينحون عليك باللائمه، عند ذلك سوف تكون رجلا يا بني. الرجل ايضا في هذا المفهوم، هذا شيء مهم، الانسان اللي كيقدر يكون يضبط نفسه ويضبط ذاته في واحد الوقت اللي كيكون صعب جدا، واللي كتكون ربما في حاله ديالنا حنا السياسيه الضرب من الجميع الاتجاهات. حنا معرضين لهذا الشيء، يعني السياسي هو معرض لهذا الشيء، ولكن كنظن ان الحمد لله وكنظن هذا هو الشيء اللي ربحناه في السياسه ايضا، هو كما كنقول الفرنسيين اون ديفلوب واحد لا كاراباس كتولي كتحميك من هذا الضرب، ولا واقيلا كاع يمكن كنوليو مازو الا ما تضربناش ما كنكونوش هما هادو كتولفو. انت معروف عليك انك من الوزراء الانيقين واللي كيهتموا دائما بالاناقه ديالهم والشكل ديالهم، واللي هادشي بعض المرات كان كيسبب لك مشاكل، كاينه ولا لا؟ كاينه ولا ما كاينش؟ كاينه ولا ما كايناش؟ فسؤالي انا هو، واش كتفكر ربما شي نهار دير عملية تجميل؟ ابدا ابدا ابدا. مع العلم ان طبعا هذه مسائل اللي كنحترموا، يعني ماشي هذا اختيار شخصي، ولكن باش نقول لك انني نهار ندير عملية تجميل ما كنظنش. الفكره مع عمرها خطرت لي، ما دازت في الذهن ديالي، ما تبادرت للذهن ديالي. كنشوف انا كما كيقولوا النصارى الفرنسيين شاكاجا سي بليزير، يعني الانسان خصو يفهم مع الوقت كاين لي تراس دو طون، يعني الاثار ديال الزمن كتبان فينا، وخص هادشي الانسان يتعايش معاه بشكل عادي. يعني ما يمكنش غادي نكونوا حنا كاع شحال ما تصاوبتي وشحال ما تقديتي الى اخره. انا كنقول لك انا الرياضه كافيه يعني باش نحافظ على المظهر اللي بغيت نبان به. باش ندوز للتجميل، كنظن الفكره ما كايناش، ما كتبادرش للذهن بتاتا اليوم. وزيد عليها انني فعلا كنامن، شي واحد قال لي، كنضحكوا ويقول لي راه واحد السيد دار واحد العمليه، قلت لي فايزه، قالت لي راه واحد السيد دار واحد سميتو عرفتي شنو، زرع الشعر داكشي. قلت لها واش انت قابله عليا؟ قابله عليا وصافي خليني نعقم عليك شو مشكل. انا عرفتي علاش ضحكت؟ كنتوقع رده فعل يعني الصحافه والناس، يا درتي عمليه زرع الشعر
صافي ديال غادي تسال. لا الا بغيت ندير داك هذيك حريه شخصيه عندك صاحبك انا كيوقفني هادشي. لا لا ما عندكش مشكل والو ما تصدعش راسك تقول لا ابدا انا كنقول لك هذه مساله قناعه شخصيه. انا اختي فاش بغيت فاش قلت لي في ظرف شي واحد دار واحد العمليه ولا نجحت ليه وداك الشيء بغيتي كتضحك كتشد فيا كتضحك قلت لي عطيتيش لي زرعتي الشعر غادي يقدر يجي معاك هذاك تما شنو علاش شنو الاشكال واش تقبل عليا هكا بارك عليك بارك عليا انا جو سوي بيان كوم سا يعني اعتقد ان حتى الناس كما انت دابا سبقتيني قلتيها الناس عرفوك بواحد الشكل علاش غادي تبدلوا ربما وشكون قال لك انا غادي تجي احسن من الشعر فعلا فعلا واخا سي أزين لما تقول شكرا وشكون هو هذا الشخص اللي كيرجع له الفضل يعني في حياتك بزاف ديال الاشخاص اللي فعلا كان لهم تاثير كبير على على المسار ديال حياتي كلها نقدر نبدا لك بالام ديالي الام ديالي فعلا اللي رباتني واللي سهرات على الراحه ديالي واللي كان حياتها كلها والعالم ديالها ربما المركز ديالو هو عبد ربه فهذه المره كنطلب الله سبحانه وتعالى يشد لها في صحتها وكنظن ان ندير اللي درت مع مني غادي نرد لها الحنان ديالها وما غاديش نرد لها السهر ديالها وما غاديش نرد لها الحب ديالها وما غاديش نرد لها العنايه ديالها لان فعلا كما ربتني انا الوحيد فكنت انا هو عينيها انا كنت هو حياتها انا كنت هو كل شيء بالنسبه لها فهاد المراه كتبقى يعني ال 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 التاثير ديالها في حياتي كبير بزاف انا كنتذكر وانا صغير وهي امي ما قارياش كتجلس كتقول لي غتجلس تقرا وهي ما عرفانيش شنو كنقرا ولكن ما كانت كترتاح حتى كتشوفني حل الكتاب وكاس كنراجع فيعني ديك الحنان ديالها وديك العنايه ديالها وكان عندها تحدي انها تربيني احسن تربيه وانني نقرا مزيان الى اخره كان بالنسبه لها تحدي كبير فهذه سيده اللي فعلا اثرت في حياتي بزاف وطبعا الا كنت انا اليوم واقف حداك فالفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى وكيرجع لها طبعا كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي اثروا ايضا في حياتي واللي كان لهم فضل ايضا هضرنا قبيله كنهضروا على سوتونس كاين واحد المجموعه ديال الاساتذه كاين السي محمد بن كاكي اللي قلت لي قراني في الابتدائي واللي جا حضر معايا في سوتونس الدكتوراه كاين السي عبد الرحيم يوسي ايضا اللي استاذ اللي كنعتز به وكان فعلا كان فخور جدا انه كان يعني مؤطر ديال البحث ديالي كاين ايضا مجموعه ديال الناس اخرين سياسيين اللي لهمونا ايضا على راسهم السي العنصر اللي كنعتبر راسي انا يعني خريج ديال المدرسه ديالو انا اللي ترعرعت على يديه وتعلمت السياسه على 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 يديه وطبعا ما نساش ايضا الدعم ديال فايزه ما غاديش ننسى الدعم ديالها لانها كانت في الوقت اللي كنت كنغيب في الحملات الانتخابيه وفي التدبير ديال الحمله ديال الحزب الى اخره والخلافات كانت طبعا واقفه أبو أمي يمكن. كانت لا الاب لا يمكنش تكون اب الاب هو انا في المعنى الرمزي غير ام يعني كتكون واقفه في الظروف الصعبه خصوصا مع كنزه وساره لان كتبع الدراسه ديالهم لان كان حريص على ان يكونوا كيصاوبوا لي دوفوار ديالهم التمارين ديالهم الى اخره فاش ما كنكونش كتوقف طبعا هي على هذا الشيء ثم عندي ايضا هاجس اخر هما ان ساره وكنزه كنت بغيتهم يحفظوا القران وكنت كنجيب لهم كنصيفطهم واحد المدرسه كيقراو فيها القران ولكن معتي ساره صغيره في العمر ديال 7 سنين او 8 سنين بحال داكشي ديال المسيد كيكونوا شادين واحد النظام اخر فاش كتجيبهم لواحد النظام اخر ربما بالنسبه لهم ما كيكونش ممتع وما كيكونش ولكن كنحاول ندير واحد المجهود باش نخلي واحد المتعه في ديك القراءه ديال الحفظ ديال القران لان بغيتهم يبقاو قراب للثقافه ديالهم وقراب للدين ديالهم وقراب للجذور ديالهم شنو هو الحلم اللي مازال ما حققتيه؟ شنو قلت لك قبيله باش تحقق الاحلام ديالك شنو خاصك دير؟ خاصك تفيق تفيق بكريف الحلم ما 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 شنو الحلم اللي ما حققتوش؟ ما عرفتش الحقيقه انا ما عمري كنت كنحلم بزاف بكل صدق ما حلمتش بزاف كانت عندي اهداف كان خاصني نوصل لها وكنت كنشتغل على انني نوصل لها ولكن باش نقدر نقول لك انني كان عندي حلم باش نديرو نو ما كانش بكل صدق ما عنديش شي حاجه كان
شوف باش نقول لك واحد الحاجه، دابا بزاف ديال الناس كانوا كيظنوا بانك حلم انك تولي مسؤول او تولي وزير او تولي. انا قلتها في فرصه كنت كنضحك انا وفايزه، قلت لها فاش تعرفنا انا وفايزه في البدايه ديال لافاك في السنه الاولى من الكليه، قلت لها انا في 10 سنوات غادي نكون في الحكومه. كنت كنضحك ونساتها، في 10 سنوات بالضبط كنت عضو في الحكومه. فاش كتقول الحلم، نقول لك نضحك معك، الحلم والحقيقه، لان الحلم سي اون امبيسيون، يعني هو طموح، ولكن هذاك الطموح خصك توفر ليه شروط النجاح ديالو وما تكونش فيه التسرع، لان فاش كتبغي توصل لشي حاجه كتوصل لها وانت كتشتغل عليها وانت كتوجد لها الظروف كتعمل الى اخره. مع كامل الاسف الناس اليوم زربانه، اللي جا كيضرب عام عامين خاصو كيشوف الا ما كاين حتى شي حاجه صافي خاصو يمشي بحاله. ماشي هكا، انا كنقول السياسه هي واحد النفس طويل اللي كتعطي، ولكن على الامد المتوسط والبعيد، ماشي 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 لابد في يعني في اللحظه. وهذا ايضا رساله بغيت الشباب يلتقطوها، لان انا كنقول دائما ماشي في السياسه، يعني النفس الطويل دائما والمثابره ورفع التحدي والطموح، طبعا بالامكانيات ديال الطموح ديالك اكيد انك غتوصل النتيجه. سي أوزين غادي نسالي هذا اليوم معك بواحد المجموعه. صافي سخيتي بيه؟ صافي ما سخيتش، ولكن بغيت نخليكم ترتاحوا النهار كله وانتم واقفين معنا. فهاد السؤال هذا اللي غادي نعطيك هو سبيسيال، انا غادي نعطيك اسماء وبغيت من عندك تعليق مختصر مكثف مقتضب على هاد الاسماء هذه. نبداو. سي حميد شباط. سي حميد شباط الصديق كان اختلفت معاه في واحد المجموعه ديال الاشياء. كان نعاود لك واحد النكته، وهي ماشي نكته، هي واقع في الواقع. كنا في الجهه، فاش كنا كنوجدوا الرئاسه ديال الجهه، كنت اتصلت بواحد الاصدقاء معنا اللي كان معنا في حركه شعبيه والتحق بالاستقلال، حزب الاستقلال، وانا كنتصل به كيجاوبني السي حميد شباط. سي حميد شباط كنقول ليه الو، وانا داك الصديق ديالي كنت مازح، قلت له فين كان العفريت؟ كنسمع السي حميد شباط كيجاوبني كيقول لي العفريت، كاين شي عفريت قدك. كنقول الصوت ماشي هو هذاك ديال، ما عرفتيش الصوت ديال السي حميد شباط؟ لا، اخر حاجه كنتهضر هو غادي يكون غادي يجاوبني هو في التليفون، بس ما عرفتش واش معاه السيد. انا عندي في الحاجب صدق فاس، قال لي فين الكراطه؟ قلت ليه كان هادي كان نهار الجمعه، وكان المكتب ديال الجهه تصويت على الرئيس غادي يكون نهار الاثنين. قلت ليه غادي تشوفها ان شاء الله نهار الاثنين مع 10 الصباح. فكانت اخر مزحه اللي كانت عندي مع 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 مع, مع, مع السي شباط، اللي كنعرفو يعني رجل سياسي كيدافع على 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 ارائه وعلى افكاره بطريقته الخاصه، يمكن ما كتعجبش الكثير، ولكن كيبقى حميد شباط يعني عنده واحد القالب وعنده واحد المقاربه ديالو خاصه به. سي احردان. سي احردان الله يطول في عمره، كنعتبره هو الاب الروحي ديالنا. طبعا تعلمنا على يديه الكثير في الجراه ديالو، في الشجاعه ديالو، ايضا تعلمنا كثير واستمتعنا حتى في الاعمال الفنيه ديالو، في الكتابات ديالو. كيبقى زعيم روحي للحركه الشعبيه، كنطلب من الله سبحانه وتعالى يطول في عمره. حزب العداله والتنميه. حزب وطني، حزب جاد. طبعا كانت لي الفرصه ولي الشرف ايضا اني تعرفت على واحد المجموعه ديال القياديين ديالو الحزب العداله والتنميه. يمكن ناكد لك انهم كيتمتعوا بواحد الروح الوطنيه عاليه، وواحد الاحساس والروح ديال الانتماء، وايضا النيه الاشتغال من اجل الوطن والتمسك بالمؤسسات. فمن يمكننا الا نكون معتزين بحزب بهذا الحجم. شعبيه الحركه الشعبيه. شعبيه الحركه الشعبيه الحمد لله بخير، الدليل على ان الانتخابات الاخيره حسن، رغم الحروب ورغم يعني الهجمات، ورغم ولو ان الهجمات عندنا حنا راه ما عندناش حروب من الخارج، عندنا حروب من الداخل، والهجمات والضربات اللي كاينه تحت الحزام راه كلها من الداخل. وحتى كانت حتى في ظل الحركه ما سمي بالحركه التصحيحيه اللي في وقت ديال الحمله الانتخابيه كما قلت، الوضع باش انهم على الاقل يرجعوا للور ويخليوا النتائج تخرج بيكون تقييم، فكانوا كيضربونا، وحنا
كنهبطوا للمداشير وحنا في القرى وحنا في المدن الى اخره باش يبان الضعف ديالنا. الحمد لله نيتنا غلبات لان حنا نزلنا للميدان وحققنا نتائج اللي كانت يعني نقدر نقول كانها مشرفه. الطموح ديالنا اكثر ولكن في المقارنه مع 2009 فكنا في نتائج الحمد لله مشرفه جدا. فشعبيه الحركه الشعبيه بخير، مازال هناك عمل كبير كيسالنا وكينتظرنا وحنا كنشتغلوا ان شاء الله، وغادي تكون لمسه جديده من هنا ل 2016 ان شاء الله في الصحاحات القادمه ان شاء الله سوف نكون في الموعد. سي وزين شكرا بزاف، دوزنا معك نهار زوين واستمتعنا بالرفقه ديالك. انت معروف عليك ان دمك خفيف وفعلا كنأكدها للناس، فشكرا على قبول دعوتنا عندك. شكرا على انكم تقاسمتوا معنا الفضاء الخاص ديالكم انت ومدام فايزه والبنات. شكرا وشنقول لك ميرسي بوكو على كرم الضيافه. شكرا لكم وشكرا ايضا للمشاهد الكرام. الا بغيت نوجه له ميساج يمكن نقول له انت شخصيه صعبه الميراث وعندك قدره كبيره وكبيره بزاف على رفع التحديات، وكنتمنى لك التوفيق في مسارك المهني وفي حياتك في جنبنا وجنب بناتك وجنب الزوجه ديالك اللي هي انا، والله يخليك لينا. طبعا ما غاديش نخلي الفرصه تفوتني بدون ما نتقدم الشكر الجزيل للطاقم ديال التصوير، الاخوان اللي حضروا معنا ما غاديش نسميهم باش ما ننسى حتى شي واحد، ولكن غادي نخص بالذكر الاخت مجده اللي كانت معايا من الصباح حتى العشيه، وطبعا اللي ما يمكن لي الا نكون او نشهد بالاناقه الاعلاميه ديالها المتميزه، لان طبعا بالروح الخفيفه ديالها عطات واحد النكهه خاصه لهذا اللقاء واللي طبعا غادي يحيلنا على البرنامج ككل اللي كنعتبره يعني واحد المقاربه جديده لمسه جديده لتقريب واحد المجموعه من المسؤولين من المشاهير للمواطنين المغاربه عبر تقريب حياتهم اليوميه حياتهم الشخصيه يعني عبر الشاشه. فمره اخرى شكرا للاخوان، شكرا لكم، شكرا للبرنامج، وشكرا ايضا للمشاهدين الكرام. سي أوزين، او بصراحه اول مره كنتلقى سي أوزين بشكل شخصي، فاللي نقدر نقوله هو انني كان كيبان عليه انه شخصيه قويه، شخصيه متمرده. هاد النهار انا اكتشفت عنده واحد الحاجه واحده اخرى يمكن الناس ما كيعرفوهاش الا الناس القرابين منه، انه شخصيه طيبه جدا، مريحه جدا. والاكثر من هذا انا هاد النهار خرجت بواحد الدرس ما عمري غادي ننساه، هو انه الطموح. هذا هو العنوان الكبير في شخصيه سي أوزين، طموح جدا، ارادته من حديد. فكنتمنى ان تكون عندي شويه من الاراده ديالو والطموح ديالو والعمل ديالو والمواظبه ديالو. كنقول له شكرا بزاف، وبغيت نقول حتى كلمه شكر في حق المدام ديالو مدام فايزه، من اطيب الناس اللي تلاقيت في طيله لي تورناج اللي درنا. امراه يعني مثاليه، وكنحسد سي أوزين عليها، كنقول له سعدتك بها وسعدتها بك، وكنتمنى لكم من كل قلبي حياه سعيده في هذا العش ديالكم صغير. اي بون كوراج سي أوزين. سامر هذا ديالي عرفتي فوقاش بغيت فاش درنا فاش صافي السؤال